تواصل البعثة الطبية للحج الاطمئنان على سلامة جميع الحجاج المصريين والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم. ومعنا عبر زوم موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. يعني محمد، بعد التحية، بعثة الحج بتستكمل كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج بعرفات ومنى وبدء التفويج غدا. حدثنا عن هذه الإجراءات والاستعدادات لديك. بالفعل تحياتي لك محمد من أمام العيادة بالبعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة. بالفعل محمد، كانت البعثة الرسمية اليوم تفقدت منطقة المخيمات بمشعر منى ومشعر عرفات للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بدءا من الغد. أكد لك بالتزامن مع ذلك هناك جاهزية، وضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أصبحوا على أهبة الاستعداد لبدء المناسك من صباح الغد نتيجة للإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية بالتعاون مع السلطات المصرية لتوفير كافة وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه ضيوف الرحمن. أؤكد لك أن البعثة الطبية المصرية من خلال 14 عيادة استقبلت حتى اليوم 12,600 حاج تم استقبالهم بالعيادات لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والوقائية بل والعلاجية لهم على مدار الساعة. هذه العيادات بتعمل على مدار 24 ساعة من خلال الكوادر الطبية والتمريضية. معظم الحالات مجرد حالات إجهاد، نزلات برد لا تتعدى ذلك. المستشفيات تم دخول بها 6 حالات، سواء بالمدينة المنورة هناك حالة و5 حالات بمكة المكرمة، ولكن تم خروج 4 حالات، ما زال هناك حالتان. ولكن من خلال تفقد البعثة الرسمية بالأمس هذه المستشفيات تم الاتفاق مع السلطات السعودية بتفويج الحالتين لتمكينها من الوقوف بعرفة وأداء فريضة الحج. أؤكد لك محمد أن حجاج مصر بخير، لا توجد أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين وخاصة فيروس كورونا. هنا البعثة الطبية عملت على توفير مسحات أنتيجين لأي حالة قد يشتبه بها يتم عمل الفحص الطبي لها، ولكن الحمد لله إلى الآن لا توجد أي أمراض وبائية. أؤكد لك أن البعثة الطبية المصرية بدأت بالأمس توزيع حقائب لكافة الحجاج، ووصلت هذه إلى كافة الفنادق عبارة عن فيتامينات، وكذلك مثل فيتامين سي وزنك والحديد، وذلك توفير لزيادة مناعتهم، وكذلك عمل البرامج التوعوية والتثقيفية من خلال فرق الطب الوقائي بكيفية تجنب ضربات الشمس وكيفية تجنب الزحام والأمراض المعدية، وكذلك تم توفير مئات الآلاف من الكمامات لتوزيعها على ضيوف الرحمن خلال ارتدائها أثناء الزحام في أدائهم المناسك. وأكد لك محمد مرة أخرى أن الحمد لله حجاج مصر بخير وأصبحوا على أهبة الاستعداد إن شاء الله لأداء المناسك بدءا من الغد. نتمنى السلامة لكافة الحجاج المصريين ولضيوف الرحمن جميعا. أشكرك شكرا جزيلا محمد حلمي، موفد التلفزيون المصري، كنت معنا عبر زوم.